هل نستشعر أننا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نجتمع في صلاتنا في دعائنا في عباداتنا في كل شيء، نجتمع على الطعام يبارك لنا فيه، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، على دين واحد، شريعة واحدة، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، نجتمع في كل يوم 5 مرات عبث؟ لا، نجتمع في كل جمعة مرة. الأحياء تجتمع 5 مرات، كل حي يجتمع 5 مرات، المدينة كاملة تجتمع في كل جمعة، واجتمع أهل الإسلام في عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، بل تجتمع الأقاليم كاملة في عرفة حتى تعلم أن لابد نجتمع نكون أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.